دونك للحديث حلا على المشكل اللي كيتعلق باغلاق ديال مستشفى محمد الخامس، كما تم تداوله زعما قبل اشهر، هو كانت الهضره كدور حول الاغلاق ديالو، ولكن ما كانش حتى شي حاجه اللي هي مؤكده او لا. ولكن بعد التداول الكثير ديال هذا الكلام هذا، النقابه ديال الاتحاد المغربي للشغل في المكتب الاقليمي حاولنا نستقصيو الحقائق ونستقصيو الحقيقه للتواصل مع مجموعه من المسؤولين خصوصا في الاسابيع الاخيره، ومن بعد كما كيقولوا البحث ديالنا على المعلومه الصحيحه والتواصل ديالنا تاكدنا تقريبا بالملموس ان هناك غيكون هناك اغلاق. وفي حين تم الاجتماع ديال المكتب الاقليمي وتم تشكيل واحد اللجنه المواكبه المكونه من المكتب الاقليمي والمكتب المحلي للمستشفى ديال محمد الخامس، وهذه اللجنه المواكبه اللي قامت بواحد الدور كبير وصدرت واحد البلاغ ديالها في 30 في شهر 11 اللي كنا كنقولوا فيه يجب البحث الحقيقه، المسؤولين يخرجوا ويقولوا لنا الحقيقه، واش هناك اغلاق ديال المستشفى او لا ما كايناش ولا هذه غير هضره اشاعه. بعد ذلك تم قدمنا مجموعه ديال الطلبات اللقاء للمسؤولين بالاقليم، والحمد لله كانت هناك الاستجابه لهذه الطلبات اللقاء. وبعد ذلك ان كان عندنا اجتماع مع المندوب الاقليمي الجمعه الماضي اللي كان مع 11 واستمر مده طويله، وتناقشنا مع المندوب. ما هو مؤكد الان هو انه سيتم اغلاق المستشفى ديال محمد الخامس، ولكن الغريب في الامر الذي نستنكره حنايا في المنظمه ديالنا ديال الاتحاد المغربي للشغل، هو ليس هناك لا تاريخ محدد ليوم الاغلاق، وكذلك الغريب في الامر للمدد الانجاز ديال هذه اعاده التهيئه ديال هذا المستشفى. يعني لا التاريخ الاغلاق الان محدد، الكل المسؤولين بدهم ما عارفين شي، ولكن كيقول لك زعما في الاسابيع المقبله، هذه الاسابيع المقبله ولا اشهر المقبله حتى شي واحد ما عارفه، خصوصا المسؤولين الاقليميين ولا المحليين. والغريب في الامر هو ان هذا القرار ديال الاغلاق ديال مستشفى محمد الخامس ما تخداش او نيفو زعما ريجيونال ولا في الاقليم ولا المحلي، بالعكس هذا قرار جاء افقي اللي خداه هو الوزير الصحه، الوزير الصحه اللي بالمناسبه اللي ما عرفش الوضعيه ديال المستشفيات هنا بمدينه طنجه، ما عرفش كيفاش هاد الناس المدينه المليونيه اللي ما يفوق على مليون ونص ديال الساكنه ديالها، الغالبيه العظمى ديالها كيجيو يداويو في المستشفى ديال محمد الخامس، كيف يعقل بان تخضع القرار الاغلاق وما وفرناش ليهم المكان اخر للاستشفاء؟ هذا واحد. جوج، هو ما فكرش في الطبقه العامله اللي كاينين هنا في المستشفى، لا ما فكرش في الشغيله الصحيه، ما فكرش العاملين اخرين كاينين هنايا، راه كاين الناس ديال الحراس الام، كاين الناس ديال النظافه، كاينه يعني كاينه بزاف ديال الناس اللي خدامين، ما فكرش لهم في المآل ديالهم، ما فكرش في الاستقرار المهني والاستقرار الاسري ديال الشغيله الصحيه هنا. هذا امر نستنكره بشده حقيقه في الاتحاد المغربي للشغل، وكنا كنقولوا دائما كما جاء في البلاغ الاول ديالنا بان المقاربه التشاركيه الحقيقيه هي السبيل الوحيد لانجاح اعاده التهيئه ديال هذا المشروع هذا. دونك في هذا لوسونس بعد الاجتماع، وبالمناسبه كنحييوا المسؤولين الاقليميين لان كانت عندهم على الاقل الشجاعه أن يستقبلونا في اجتماع رسمي ونعرفوا بعض الحقائق، ومن بين الحقائق المؤكدة دابا هو الإغلاق ديالو. دونك الوزير ما كانش عنده حتى الشجاعة، ولا الوزارة ما كانتش عندها حتى الشجاعة، بأن رغم هذا اللغط الكامل اللي واقع ما قدرتش تخرج واحد الكومينيكي، واحد البلاغ كتقول فيه شنو 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 عاد دير في هذا لوبيتال، هل الاغلاق ديالو كاين، المدد الانجاز ديالو شحال غتبقى، شنو عاد دار فيه، شنو واش عاد زالوا منه لي سيرفيس كامل غيبقاو هيدا ولا لي سيرفيس اللي ما غيبقاوش. دونك ما كايناش تصور عام. ونفس القضيه بالنسبه للمسؤولين الاقليميين، المعلومه الوحيده اللي هي مؤكده عندهم هي الاغلاق ديالو، ما عندهمش شي معلومه اخرى. حقيقه هما قاموا بواحد المجهود بان كيحاولوا يوضعوا واحد التصور عام، ولكن الان مازال ما كيتوفروش عليه، كيتوفروا على تصور مبدئي
كيفاش في عين تنتقل الشغيله الصحيه. والغريب في الامر ان هذا المستشفى راه مستشفى جهوي ماشي مستشفى زعما اقليمي، راه كيجيو ليه الناس ديال اصيله، كيجيو الناس تطوان، كيجيو الناس القصر الكبير، كيجيو الناس ديال عرايش، يعني جميع المناطق اللي هما قرابين لطنجه كيجي كيجيو ليه. فكيف يعقل اتخذ القرار ديال الاغلاق ديالو وما وفرتيش البديل؟ حنا من بين الاقتراحات اللي قلنا يجب تاجيل الاغلاق ديالو من اجل الاصلاح وبناء مستشفى جهوي يليق بمدينة طنجة، يليق بالمكانة ديال مدينة طنجة، وخصوصا العناية اللي كيعنيها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لهذه المدينة هذه. أتمنى أن تخضع بهذا العين الاعتبار، تم بناء مستشفى جهوي يكون لائق بالمواطنين ولائق بالساكنة ديال مدينة طنجة والمغرب عموما، لأن حتى مدينة سياحية كيزوروها جميع المناطق ديال المغرب كيجيو لهنا، حتى من مرات شي واحد يجبر فين يداو عادي تم الإغلاق ديالو. ما يخص النقطة الثانية هو النقطة ديال الانتشار ديال الموظفين، حنا قلنا لهم لا يمكن المساس بالكرامة والاستقرار لا المهني لا الأسري ديال الشغيلة الصحية هنايا. وعلى هذا الأساس بأن قلنا للمسؤولين بأن الإشراك ديالنا الفعلي حتى في الانتشار ديال في المراكز الاستشفائية اللي هما في المدينة، قلنا لهم بأن هذا الشيء هذا التصور يجب أن يكون بمقاربة تشاركية، لأن على حسب التصور المبدئي اللي عندهم بأن هذه الشغيلة الصحية اللي كاينة هنايا عتفرق على حساب المراكز ديال محمد السادس، القرطبي، ديك دي طوفار، المستشفى القرب ديال بني مكاده وبعض المراكز الصحية. طبعا هضرنا معهم، كاينة بعض المصالح اللي هي ممكن انها تتم زعما الترونسفير ديالها، تتم التحويل ديالها ليها وممكن تنجح، ولكن كاين الامور اخرى اللي ما يمكنش. مثلا المستعجلات ما عندناش شي بلاصه في طنجه اللي ممكن ان تتحمل بحال المستعجلات ديال محمد الخامس، لان المستعجلات محمد الخامس كتستقبل المئات يوميا، راه يفوق على 300 شخص اللي كيجي يوميا، حيت اللي كيمرض شي حاجه كيجي للمستعجلات. هاد الناس هادو في عاي في 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 فين غتعملهم؟ ما يمكنش يبقاو يقطعوا مسافه طويله باش يطلعوا المستشفى الجامعي. هذا امر زعما بالنسبه لنا نحن نرفضه، لان ما يمكنش، لان المسافه بين مدينه طنجه والمركز ديال المستشفى الجامعي راه على الاقل واخا تمشي في الوقيته العاديه اللي ما كايناش فيها اللومبوتياج غيكون عدير واحد 40 دقيقة حتى 45 دقيقة، أما في الوقيتة ديال الدروة راه كتوصل حتى لساعة ونص. كيف يعقل بأن هاد الناس تبقى تديهم تما على الأمراض الآخر؟ دونك الآن كما كيقولوا نحن ننبه الوزارة ديال الصحة بأن هاد القرارات الأفقية راه لا يمكن باش تكون عندها واحد النجاعة، لا يمكن بأن تنجح، لأن يجب أن تكون المقاربة كما انك افقيه، اما العموديه ما بقاتش. حنا قلنا لهم نجلسوا نهضروا نتفقوا على البلان استراتيجي، نحافظوا على التصور العام كيفاش نعملوا، وداك الساعات على بركه الله.